اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده، والنهارده هنتكلم على الريليسز اللي هتنزل في شهر ديسمبر، سبيشالي ويك 2. ريليس شهر ديسمبر ويك 2 بصراحه وانا عدني الويك 1 كنت عايز اعمل ليه فيديو، بس لما شفت الريليسز اللي هتنزل في ويك 2 حمست جدا. في براند ثانيه طلعت شويه، يعني نيو بالانس بقت بالانس مع اللي بيحصل بالنسبه مع نايكي، بقت تعمل كولابوريشنز كتير. ريسيل فاليو بتاعت الشوز القديمه بتاعتها بالنسبه للسيلويت الكلاسيك بتاعهم اللي هو ال 550 تقيل قوي، فما فتح عينك على اللي بيحصل، عشان انت في حاجات ليها ريسيل فاليو، في حاجات ممكن ما تعرفش تجيبها خالص، فخلي بالك من اللي بيحصل. اهم حاجه ما تنساش تعمل سبسكرايب للفيديو، تمام؟ ولو انت بتحب سنيكرز وعاوز تشوف اي اصدارات تعمل رينج للبيل اللي تحت ده عشان تشوفنا. النهارده جايين نتكلم على اول سنيكر هنقول النهارده من اهم اصدارات السنه دي، تمام؟ عامه 2021 هو الكول جراي جوردن 11. ليه هو مهم؟ جوردن 11 نزل 2001، بعد كده نزل 2010، بعد كده 10 سنين او 11 سنه نزلوه 2021. كول جراي هو سيلويت او جوردن 11 عامه، سوري، سيلويت مهمه جدا. كول جراي كلر واي مهم، فالناس كانت عايزاه جدا، فالاصدار بتاعه كان النهارده. انا قدرت اجيب ايرلي بير، عملت الفيديو نزلته من يومين، تقدر تشوفه. تاني سنيكر معانا هيكون نازل بنفس التاريخ، هو 11 ديسمبر، هو اديداس ييزي فوم رانر. هو مش سنيكر او سنيكر لازم نحطه في الليست ديت. اديداس فوم رانر هيكون نازل بلونين، هيبقى نازل بالسان جراي والاوكر، وهيكون بسعر 80 دولار. الريسيل فاليو بتاعتها هتكون عاليه جدا، فده مش هيبقى موجود في السوق بعد الريليز ديت. تالت سنيكر معانا هو هيكون اديداس فورم لو هوم الون. اديداس فورم لو هوم الون هو نازل بتاريخ 11 ديسمبر، هيكون بسعر 109 دولار، ملوش ريسيل فاليو عاليه. هو اختار ان هم ينزلوه في ديسمبر لانه كريسماس وهوم الون، في حاجات تاتشات حلوه قوي بتاعت هوم الون، سنيكر حلو بس هيكون تقدر تجيبه بسهوله جدا. رابع سنيكر معانا هو هيكون نيو بالانس 550، هو من اهم نيو بالانس سنيكرز هينزل السنه دي. هو هيكون كولابوريشن مع ريتشارد بول او ريتش بول، هو امريكان فوتبول بلاير، هينزل 11 ديسمبر، هينزل بسعر 140 دولار. بالنسبه للريسيل فاليو بتاعتها هتكون عاليه جدا، فهيبقى صعب ان الناس تجيبه. خامس سنيكر معانا هو هيكون نايكي اس بي فوق، هينزل بتاريخ 13 ديسمبر، هيكون بسعر 100 دولار، الريسيل فاليو بتاعته هتكون اعلى من 200 دولار. سادس سنيكر معانا هو هيكون اير ماكس كوكونات ميلك، هيكون كولابوريشن مع بوتيك اسمه باتا، هو بوتيك هولندي، هينزل ب 170 دولار، هينزل بتاريخ 17 ديسمبر. سابع سنيكر معانا هو هيكون من اهم الاصدارات بالنسبه لي انا في شهر ديسمبر، او ممكن يكون في خلال السنه كلها، هو هيكون الكواندو 1. لان الكواندو 1 غريب شويه، ما تعرفش ان هو جزمه ولا سنيكر ولا ايه نظامه بالظبط. هو هيكون لونه كله ابيض، هيكون اسمه تريبل وايت، هو هيكون كولابوريشن مع نايكي وبيس ماينس 1، هينزل بتاريخ 14 ديسمبر، وكمان هيكون سعره 200 دولار. بالنسبه للريسيل فاليو بتاعته هي اعلى من 300 دولار، لانه هو طبعا كولابوريشن، ناس كتير هتبقى عايزاه. يا رب اعرف اجيبه، سنيكر مهم، لو جبته اعمل لكم عليه ريفيو اكيد. تامن سنيكر النهارده هيكون هو وومن ريليس، وهيكون بانك لو سولستيس، هينزل بتاريخ 16 ديسمبر، هيكون بسعر 100 دولار، والسنيكر ده مش هيبقى موجود، هيبقى على طول. تاسع سنيكر معانا هو هيكون جوردن 1 هاند كرافت، من اسمه باين ان هو هيكون هاند ميد. وزي ما افتكر ان هو اخر سنيكر جوردن 1 هاند ميد نزل كان هو جوردن 1 مع كريستيان ديور، طبعا ما حدش عارف يجيب السنيكر ده عشان سعره، فانا انترستد للسنيكر ده جدا، هينزل ب 170 دولار. بالنسبه لهو جوردن 1 فمش هيبقى موجود في السوق، حاول تعرف تجيبه. عاشر سنيكر معانا هو هيكون نايكي اس بي بلايزر، هيكون كولابوريشن مع اف بي اي ار، هينزل يوم 20 ديسمبر بسعر 95 دولار. هو هيكون بلون الكول جراي والولف جراي. السنيكر ال11 معانا هو هيكون نايكي جوردن 1 جورتكس. جورتكس هي فيتشر نايكي بتقدمها للمواسم الشتويه، بيكون ضد الميه، هو هيكون ب 180 دولار، وهينزل بتاريخ 22 ديسمبر. بالنسبه للكولر واي بتاعه هو جامد جدا، يعني انا عاجبني الكولر واي، بالنسبه لي هو ستيل احسن من هاند كرافت اللي نزل، احسن من البوردو اللي نزل، فده سنيكر حلو جدا وحلو لموسم الشتاء. اخر سنيكر معانا وهو هيكون رقم 12، هو هيكون جوردن 4 ريد ثاندر. جوردن 4 ريد ثاندر هينزل 23 ديسمبر، هينزل بسعر 200 دولار. هو السنيكر ده اتاجل كتير جدا السنه دي، ممكن يتاجل للسنه الجايه، حاليا ما نقدرش نعرف. هو حاليا اخر سنيكر نقدر نعرف له معلومات في السنه دي.
كده احنا شفنا most of the releases لشهر ديسمبر. لو ظهر اي ريليسز تانية هنقدر نعمل ليها فيديو بارت 2. ما تنساش تعمل سبسكرايب. شوفكم فيديو جديد. سلام عليكم.